راجعوا الحلقه امس. قال لي جماعه امس قال لي انا ناصر مشي معي الوكره. قلنا لا ها عفوا قال بعد الصلاه تصلي هناك وي الفجر خالد. بس انا بقول حق هلا وربعه اللي تابع علي الحبسي يشوف يونس معاه. وبعدين في شغله ثانيه حبيت اقول حق الجمهور يعني حق الاسره الكريمه والجماعه اللي يدورون على الاخ يونس. ترى على فكره حتى امس الاخ يونس ترى ما جاني طول اليوم صح. جاني الساعه 12 وربع في الليل. الساعه 1 وربع خلصنا. لا واحنا كنا قاعدين ترى على فكره ولا وللعلم وربع ساعة قضاها 20 دقيقة قاعد يلعب في الكاميرات ينقي كاميرات يقول هذه الكاميرا شنو نوعها وقام يخرج البرنامج بنفسه. أنا بس حبيت أحطكم في الصورة عشان ما تقولون إني أنا إنسان أنا بكون محضر خير يعني. بس أول شيء أنا محضر الخير يعني. شوف خليني أقول لك أنت دائما مكانك أو هذا دائما تكون طباب خير. بالنسبة لنا أنا فحصت ذيك الكاميرا. شكرا أنا راعي خير مش طباب خير. أنا إذا شفت الكاميرا ذيك أنت أشوف محمد هيك الخمة غشنا بالتصوير مالنا بالعراق فتشيك ذيك الكاميرا تشيك. بس لا يعطيك العافية. يعافيك يعافيك. أدعوك أنك تروح ترقد الليلة بدري إن شاء الله. والله تو صاحي تو صاحي. التصحيح معلومة حسب الفار. عندي معلومة حسب الفار. ناصر في فار تو صاحي. لا الفار تبي ايش يقول؟ اسمع مبارك تو صاحي نايم بالسياره بعدين عند الباب. لا 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 مسكين يبذل مجهود هو الساعه 5 يمكن يخير 12:34 جاي امس خلاص 1:00 يا 34 طال عمرك خالد احنا ليش جاي طول الحلقه يا اخي. انت ايش عندك؟ بس قول ايش عندك. انت ايش عندك؟ انا احنا من الصبح شغل نص ربع شغل عماله طالع نص. جمال مبارك العمده هنا. بس والله خالد بالقران 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 من دون شقه يعني مو مجامله. مكان البدع اللي يروح الحديقه اللي مسويها مالت الفان مو مال تطلع. وانسى الدرجه يعني كل شيء تريد موجود هناك من العاب من كوفيات يعني احنا ظلينا تقريبا 3 ساعات وكانه احنا ما دخلناها وكانه حتى ما طلعنا. واقول يعني حتى المجسد مال اللاعبين التراث الرياضي القديم الحديد يعني فت شغلات جميله جدا للامانه يعني انا هاي ثالث مره اروح لها وكانه بعدني ما مكتشفها زين. وايه مكانات بيها تعال ظهر هاي البارحه كنا نشيك الساعه 1 هذا شوف منو اللي يحكي ويا خالد. هذا قبته البارحه زين يونس البارحه اللي قبته في العاب حق اليهال في البدع نفسه كل شيء كل شيء خالد حق اطفال حق عوائل حق شباب كل مكان يعني انا حتى تفاجأت انه كل مكان اكو له خاصيه يعني خاصه به يعني مكان مثلا مال رقص مكان مال العاب مكان مال طوبه مكان مال تحديات. اليوم انا و محمد سعدون الكواري تحديات ما شفت سناب. تابع سناب يا اخي تابع وشوف انت. بس انت شجعتني ان انا اقول لك يعني وجهتك الدعوه انك تجيب ام ذنون وتجيب يجون ان شاء الله يجون الاسبوع الجاي. اي جيبهم اساس لا لا ان شاء الله يجون الاسبوع الجاي. بس تعرف احنا بالبدايه انه الزخم والهوسه وهاي خالد بالبدايه تعرف فدنا بالضبط ترى كله جدولكم انا حافظه ترى ساعه ونص بالضبط. اقول لكم شكرا اخ يونس يعطيك العافيه بكم حلقه. منو قال لك يونس منو قال لك الجدول؟ ما عندك اي معلومه يونس